بتعطش الناس لوطن، لدولة تكون عن جد دولة، دولة تكون دولة قانون تحمي الكل. هيدا اللي الناس ناطرينه، وهيدا ارتكزنا بالمشروع الجديد يلي عم نطلع فيه على هالأساس. هيدا الوضع اليوم هو نتيجة الأداء تبع أحزاب السلطة وأحزاب الطوائف وأحزاب الميليشيات. النتيجة هيدي كلنا نعرفها وما في لزوم نحكي فيها، كلنا مش بس نعرفها، عم نعيشها ونعاني منها بيومياتنا كلنا. ومنطقة جبال عم بتعاني جهنم والجحيم يلي عايشين فيه كل اللبنانيين مثل ما وعدونا فيه الحمد لله. إذا بدنا نعمل انتقال للسلطة وتغيير، لازم نوصل على إدارة مستقلة للعملية الانتخابية. لنقدر نحصل على إدارة مستقلة للعملية الانتخابية بدنا سلطة تنفيذية مستقلة، بدنا حكومة مستقلة عن أحزاب الطوائف. كله بده يكافح الفساد، بس ما الشجرة تنعرف من ثمارها، الشجرة تنعرف من ثمارها. يا عمي مين بالسلطة؟ قديش صار لهم بالسلطة؟ ب15 سنة طيب ما حلا تعطي ثمار؟ مين المسؤول عن الأزمة؟ حاكم مصرف لبنان أكيد، رؤساء البنوك ما في شك، النظام اللي نحن عايشين فيه كمان، الإهمال الدولة كمان، بس كله هيدا مرتبط بشيء أعمق بكتير من ما نحن منفكره ويلي منا شايفينه أو أحسن رافضين نشوفه، يلي هو إهمال اللبناني بالنسبة للسياسة. أنا متفائل بموضوع الكتل الوطني لأنه شفت الفريق شباب وصبايا كيف عم بيشتغلوا، كيف مندفعين ليدافعوا عن مصلحة بلدهم، وهيدا شيء بيريح. غيروا طريقة انتخابكم لتحسنوا نوعية حياتكم. ربيع 2022 آتٍ ومعه أمل جديد بطبقة سياسية لديها تأثيرات إيجابية على كل ما يحيط بها، فلنتوحد جميعا من أجل إخراج لبنان من نار جهنم.